من كل حدب وصوب يتوافد هؤلاء السياح على مدينة الداخلة لؤلؤة الجنوب، تغريهم المؤهلات الطبيعية والسياحية لهذه المدينة. انتعاش كبير يعرفه قطاع السياحة بهذه المدينة في الأسابيع الأخيرة بعدما تم تسجيل توافد العديد من السياح الوطنيين والأجانب على هذه الوجهة السياحية. جئنا هنا لممارسة ركوب الأمواج، إنها المرة الرابعة لنا في هذا المكان الرائع. إنه موقع فريد يمكننا من ممارسة هوايتنا بأفضل الأحوال، لذلك لا نتردد بالقدوم إلى هنا كلما سنحت الفرصة لنا بذلك. قدمنا إلى هنا أنا وعائلتي لأنني أعشق ركوب الأمواج، وهذه ثاني مرة أتمكن فيها من القدوم إلى هنا. جئنا شهر يناير هذه السنة وعجبني المكان، لهذا قررنا العودة. جئت إلى الداخلة لركوب الأمواج لأنها موقع مميز. عليكم القدوم إلى هنا لاكتشاف المكان، إنه حقا مميز خصوصا لعشاق هذا النوع من الرياضة. أزيد من 60,000 ليلة مبيت وحوالي 16,000 سائح زاروا مدينة الداخلة في الأشهر الماضية، مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن الإقبال على هذه الوجهة السياحية. لتودوكيباسون تاعنا ما شاء الله والحمد لله، التوا على 3 شهور اللي تعداو سباغي اونتر 75% و 100% كيما توا في شهر أوت. Le taux d'occupation était de 100%. هنايا جيت أول مرة هنايا في 2020، ما كنتش كنعرف بزاف الداخلة، واكتشفتها مع الكوفيد، مع الحدود كانوا مسدودين، ومن داك النهار وأنا كنرجع كل عام. فريمون الجو هنايا زوين، كتحسش براسك في المغرب، فريمون عندك واحد لي بيزاج اللي كتشوفهم غير في تايلاند، في ماليزيا، داكشي باراديزيا كنقولوا. صحوة جديدة للسياحة بمدينة الداخلة بعد سنوات من الجائحة. هذه الوجهة السياحية التي تعد قطبا سياحيا حقيقيا بفضل المؤهلات الثقافية والطبيعية التي تزخر بها والعروض المتنوعة والجذابة لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية.